طيب انا معايا الاول، معايا الاستاذه كريمه ابو زيد من نادي القضاه، الصحفيه المتخصصه في ملف القضائي. مساء الخير يا استاذه كريمه واهلا بيكي. اهلا بيكي، ربنا يخليكي، شكرا. اهلا بيكي. قولي لي يعني ما حقيقه ما صدر من بيان عن نادي القضاه رفضا لاعفاء المستشار احمد زند من منصبه؟ هو دلوقتي بعد القرار ما طلع باعفائه او اقالته بشكل واضح، يعني اجتمع اعضاء دلوقتي في نادي القضاه رافضين البيان ده، والبيان بيختصر ان هم متمسكين بالمستشار احمد الزند في منصبه. تمام، معاكي يا استاذه كريمه، اتفضلي. يستكمل مسيره تطوير منظومه القضاء التي قام بها منذ توليه مهام منصبه، وفي مجموعه تانيه اتجهت دلوقتي لمنزل المستشار تعلن رفضها لموضوع القرار اللي خرج منهم دلوقتي. يعني هم اصدروا بيان بيرفضوا فيه اعفاء المستشار زند من منصبه. اصدروا بيان فعلا ان هم بيرفضوا الموضوع ده. تمام، هل تحدثتي مع اي من الساده القضاه الموجودين عندك دلوقتي؟ المستشارين هنا مستائين جدا من القرار وبيقولوا احنا متمسكين بيه جدا وهنصعد الامر. تمام، انا بس بشكرك. لسه بقى يعني المفروض في اجتماع تاني هيعملوه دلوقتي بعد البيان، هيوضحوا فيه هم ممكن يعملوا ايه او ايه الاجراءات اللي هم هيتخذوها بعد بيان الاقاله. يعني هم لسه مجتمعين الى الان؟ بالظبط كده يا فندم. تمام، انا بشكرك جدا استاذه كريمه ابو زيد، الصحفيه المتخصصه في الشان القضائي والموجوده الان في نادي القضاء. طيب